C'est Constantine, et très bonne organisation sur tous les plans. Le Farik, le Moujima Al-Petroli, a qui de Raho Menkous, min Idet, la Ibet, Mat Nakalouch, Hena, il a Kassantina, Bachicharko, il a de Dora, Adkor Lob Nassima, Siham Hmisi, Kultum Hachem, ou Baya. ساره بنبي اللي كانت مريضه صافي لونتون ما لعبش صافي 6 موا معليش ولكن فريق المجمع البترولي كان ادى مباراه جيده منذ انطلاق هذه الدوره ولكن في النهائي المباراه مازال ما تخش في الماتش فريق المجمع البترولي امام فريق ميغرين من لا بونليو تونيزيان اون تخي بون ايكيب دو هاندبال تخي بيان اورغانيزي سور لو تيران فوق الميدان حذاري من رقم 2 دوادي هذه اللي راح لا مش بالكره والكره تعود الى فريق مجمع البترولي ساميه سحابي امام الحماده ايزام او رائعه او لا 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 باس دو ايزام سان فوار بلا ما شافت اللاعبه في المحور البيفو اللي هي الشكر شاهيناس وتقلص نتيجه تصبح 3 اهداف مقابل 2 بعد 7 دقائق من انطلاق المباراة بدون إطالة نعطيكم تشكيلة الفريقين فريق مجمع بترولي السحابي سهيل عبد القادر بالخير زيادي السكر بن عماري بن حمادة حليش سنوسي مواس أول طلاب إزم لكابيتان ديكيب حموم ولوبيفو شكر شاهيناز اللي كان سجل الهدف الثاني فريق تونسي ميغرين عندنا في رقم 77 اللي هي مجوي عندنا عيادي قادة براسيم مروى عندنا اللاعب سنوسي بوتاقاف عندنا دواجي نوال ديفالله رقم 22 صابرين الحارسة الرائعة رواحي رقم 9 بوغاغا رقم 10 شرطاني رقم 44 منال كوكي تاع الفريق الوطني اللي كان لعبت لاكان 2014 في الجيل رقم 20 وداد شقراع السلمي حفلة شيخ وسمودي نذكر بلي المدربة ونجمو نقولوا الرئيسة ولا في وهنايا إيمان تعدل النتيجة 3 أهداف مقابل 3 أهداف إيمان بن حمادة تعدل النتيجة بعد 8 دقائق كنت نقول بلي كان هنا قناوي سا غيست اون إيكون دي هاندبال تونيزيان ميليتونت بوغ افواغ دوني اون تخي بالي ماجور ماركا سيت إيكيب برافو اسكال في هنا قناوي كي ماناجير جينيرال دو سيت فورماسيون دو ميغرين دون لا بوليو دو تونيس وفريق مغرين يسجل الهدف الرابع وتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل 3 بعد مضي 9 دقائق الكرة بوغ لا فورماسيون تاع جي اس بي إيمان بن حمادة أون دومي سونتر إيزام لاميا كي غدون سور إيمان حمادة زيادي إيمان خروج لاعب تشيكر من البوست أبيفولي الرقية ضيع الكرة تخرج وترجع لفريق مغرين كورة كيما هادو ما لازم يروحوا في المرمى يا رقية معليش هان مازال لعب بزاف رانا نلعبوا غير 10 دقائق من الشوط الأول مازال وجع 20 دقيقة ميم با 10 دقائق 9 دقائق ولكن حذاري اون ديفونس سيت ايكيب دو ميغرين كي جو تخي تخي بيان بيان اورغانيزي اون سيكون اون بيفو كاين كوكي كي في دو تخي بون زيكرون سور لا دومي سونتر تاع ميغرين رقم 7 اللي هي حفلة جو سي با سي جو برونونس بيان لي نون تاع التونيزيان وهنا رمت 7 امتار لفريق مكرين دخول دفاع في المنطقة ديفونسون زون تاع ايمان بن حمادة واللاعب رقم
10 تونسيه شورتاني. Je dis bien si je prononce bien les noms parce que entre je les ai remplis ma feuille de match تاع لكتبهم والكتابه كانت tellement صغيره que j'ai écrit واش كان مكتوب. Je m'excuse auprès des joueuses de Megrin si la prononciation مش مليحه. هو الهدف الخامس كانت ساميه سحاب تصدت الكره ولكن الكره عاود رجعت وتدخل كي ديباسي لا كي فرانشي بلوتو لا ليني دي بوت. خمس اهداف مقابل ثلاثه لفريق مقرين بعد مضي 10 دقائق من انطلاق المباراه في هذه النهائي اللي تجري في مدينه قسنطينه بالضبط في قاعه زواغي. تنظيم في المستوى ايمان رائعه مع ايمان دوتيخ بنفس الطريقه ولا غارديان تخدع على غارديان لا تري بون غارديان تونسيان وتصبح النتيجه 5-4 او بروفي دائما لفريق مقرين. الوغ مقرين اي تون اتاك ديفالا كي دون سور لا نيميرو 2 كي جو تري تري بيان في دو تري تري بون زوفرتور اللي هي مروه دواجي كونتر اتاك اوسي بور اولطالب تسعدي كي سو بريزون سول فاس على غارديان. او كالاري او لا لا كالاري رائعه الحارسه التونسيه رائعة الحارسة التونسية من فريق مقرين فريمون شابو على غارديان اللي دارت هنا مجهود رائع وكانت صابرين لا غارديان صابرين هجوم للفريق التونسي رائعة سي اون ايكيب كي جو تري بيان لا ديفونس تاع المجمع البترولي باسيف تشاهد في الهجوم التونسي كيفاش يلعب لا جوز كانت في السيمات دارت لي زابي تاعها لا فانت ودخلت اونتخ دو جوز اونتخ بن حمادي وهزام وسجلت الهدف السادس. النتيجه تصبح 6-4 لفريق المقرين فريق التونسي مقرين اون ايكيب اللي تلعب دور الاول في البطوله التونسيه. يا دو تري بون زيكيب في تونس و ايمان دون لي ديكور ولكن يا في فوت او باساج ورمعت ساعه امطار لفريق المجمع البترولي. شكر مع ايمان سيغ ايزام كي دون سيغ رقيه زيادي تطلع تقدف وتخرج الكره كانت ان بو اكسونتري كما يقولوا باللغه دار جاكت مغلوقه شويه كانت هي سون دواتيغ لازم تحل اللعب لازم تدخل انتيريور هي راحت اكستيريور وقدفت والحارسه كانت في المستوى وكانت في المرصاد والكره عاود جابتها. Retour de balle pour l'équipe Tamigrin qui garde le ballon en attaque, qui travaille. La numéro 7 lui demandait Lili Armena pour démarrer. Elle va démarrer avec un croisement et un double croisement. Ce n'est pas le cas, mais là, voilà un démarrage de Lili Armena. Lili Armena comme 11 sur numéro 7. Le numéro 2, Lihia Sabrine Difala qui cherche le pivot. Deuxième pivot. Le courant de haut, Raya Aram. Voilà qu'il hakem il siffle un 7 mètres. مع انذار الى الانذار الاول في المباراه للاعبه تسعدد والطالب بعد مضي 13 دقيقه وكوكي نوال كوكي بور تيري لو 7 متر ودائما موراها لاعبه تونسيه بور لا ريكوبيراسيون. او ساميه سحابي رائع لا ريكوبيراسيون قلنا او ساميه سحابي انكور اون فوا ا دو ريبريز الارات لا بال اي ان برينسيپ في الليل سي ليليير كي ريكوبير لو بالون مش هي ولكن ساميه سحابي رائعه في المستوى غارديان دو ليكيب ناسيونال. نذكر بلي وقت مستقطع هنا الهجوم دائما في الهجوم فريق مقرين نيميرو 2 يتحوس دير الثغره ولكن تري بيان سويفي باغ اولتا سعد الرميه تروح الى رميه تماس عوده المرمى مونتي بال ايمان بن حماده لايزم لاميا سو روتور دو بال لاميا تير اولا كانت هي كانت لم يجي كومبري هي كانت من المفروض يجي ان كروزمون ولكن كيما يافي با دو كروزمون كانت تيرات سي نورمال ولكن دون لا فولي كانت على ايتي بوسكولي باغ اون جوز كو دو مقرين كو لاربيتر نا با سيفلي اون فوت دونك يفو ريسبكتي لي ديسيزيون دو ديزاربيتر. اي لا بال راهي الفريق مقرين اون اتاك يساي دو شيرشي لو 3 بوت ديكار مازال ما لحقناش على 3 بوت ديكار. كروزمون دو كروزمون افيك نيميرو 2 كي تير رائعه من ساميه توجور على باراد لا جويز نيميرو 2 تاع مقرين في دو تري تري بون اكستنسيون ولكن اي شيرش با لو كادر ايمان شكري شيك شاهيناز لا مش شاهيناز اول طلب تسعديت اللي
تقلص النتيجه. شاهيناز ميم مورفولوجي انتر شاهيناز شيكر و اولتالب تاع سعديت. علي 6-5 بور ميغرين، ان بوت ديكار، ان كار دور دو جو ديبي لو ديبي دو سيت رونكونت. لا فينال دو لا 13 ايديسيون دو تورنوا انترناسيونال دو لاميتي organisé à Constantine. Il faut aussi féliciter les autorités locales de la ville de Constantine qui nous ont mis dans de très 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 bonnes conditions. Écoute, on peut faire une réception en l'honneur de toutes les participantes et de tous les clubs au niveau de, du siège de l'APC. Excellente cérémonie, excellente réception, échange de cadeaux entre toutes les délégations qui sont là, entre l'APC et les clubs organisateurs, échange de cadeaux entre les clubs. Je rappelle que 6 équipes ont pris part à ce tournoi. Minhom, les deux finalistes, comme tu vois, Fichacha, Liram Kdan, comme les hommes, Moujama Petroli, Jazairi, Megrin, Tunisie, qu'elle fait la Sebobini, Taferansa, qu'elle fait la République démocratique du Congo, l'équipe nationale, qu'elle fait Montakhab Min Wahran, Ouda Al-Kora, qu'elle fait Kadalika, l'OCJ Constantine. Ah, ils perdent la balle sur Chikre toute seule. Égalisation! Égalisation, Chikre Shahinez, tout seul, très belle passe, une passe décisive de Oul Taleb, excellente joueuse de Sadit Oul Taleb. Et le match repart de plus belle après 16 minutes de jeu, égalité parfaite. Kent Bidaya Moufaka Lifarik Tunsi, il a pris un ascendant sérieux au score de 2 buts d'écart. De 2 buts d'écart, ou mal wakt Farik Al-Mujima Petroli, qui a rejoué en Natija. 16 دقيقة 6 مقابل 6 دفاع منظم تاع الفريق المجمع دوبي كو ولد طالب تسعدي رجعت الدفاع في ظهير الايسر على الشاشة. فوالا جوستومون هي راهي حبست لا جواز نيميرو 2. لا جواز نيميرو 2 الخطر يجي من عندها باسكو هي اللي ديكالي كاع دير ان ديكالاج. وانا نشوفوا بلي المدرب تاع الفريق مقرين كان بدل دومي سونت وكان خرج رقم 10 وهنا كونتر اتاك اول تسعديت. اوه رائعة رائعة بيد واحدة شدت الكرة وسجلت الهدف. لا لا الحاكم يقول رمية 7 امتار الحاكم يقول رمية 7 امتار مش هدف. الهدف يلغى رمية 7 امتار. ايمان بن حمدي هي راح تسجل هي راح تيري في غياب سارة بنابي وفي غياب سيهام حميسي. سي ايمان بن حمدي اللي راح كيفا تيري سو 7 متر لفريق المجمع البترولي وتمد الفرصة باش الفريق المجمع البترولي يكون هو يتقدم بالنتيجة منذ بداية اللقاء. بن حمدي رائع رائع 7 مقابل 6 وتقدم في النتيجة للمرة الأولى لفريق المجمع البترولي منذ انطلاق المباراة. 17 دقيقة من انطلاق هذا النهائي رائع 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 جدا. الفريقين كانوا فازوا على كل مباريات. وكنت نقول لي سيز ايكيب لعبوا هنايا كنا خدينا استجوابات مع كاع الفرق اللي جاوا هنايا وخاصه الاجانبه لي زيترونجي وكانوا مرتاحين وكانوا فرحانين بزاف بالتنظيم ورحبوا بهم هنايا قسنطينه. الناس معروفين في لاكاي وما شاء الله شفنا والله مدينه قسنطينه اللي راهي actuellement la capitale arabe تاع الثقافة العربية. سي كيك شوز اكستراوردينار حكاية وقصة وتاريخ ورمع 7 امتار لفريق ميغرين ربما واندار لشكر شاهيناز. فريق التونسي منقوص بلاعيبة انفيريوريتي نوميريك ويتحصل على رمي 7 امتار ورمي 7 امتار رقم نظن رقم 8 هي اللي راح تيريها اللي هي السنوسي. لا لا رقم 11 رقم 11 اللي راح تيري ارمي 7 امتار اللي هي بوتاغا تيري كونتر بي كما يقولون. بوتاغا ولا بوتاغايا لا جواز نيميرو 11 تعادل النتيجه. اونكور اون فوا جو ميكسكوز ولا ما رانيش نقول لي فغي نون تاع لي جواز بين الشوطين. نعاود نروح باش نشوف مع المسؤولين تاع الفريق. ايمان 9 امتار مع الفريق التونسي باش يعطوني لي فغي دوميناسيون. ان شاء الله في الشوط الثاني ستعود المياه الى مجاريها باش نكون برونسي لي نون تاع لي جواز كوم الفو. زيادي ايمان تعاود زيادي رقيه تعاود ترجع الى ايمان
بن حمادي خروج سكات فطومة إيمان بن حمادي رقية إزام زيادي إيمان كيف تيغي كي تيغ أو الكرة تخرج الكرة تخرج كان دفع على الحاكم ولكن خلى الأفضلية إلى اللاعبة إيمان بن حمادي والكرة تعود إلى الفريق الميغرين علي لا نيميرو 8 هي بالكرة هي السنوسي فريق تونسي منظم كما قلت بين اورغانيزي اون اتاك فريق مغرين دون لا بون ليو دو تونس جو لو ريبيت كاين فرق كبار في اللي خلاو تاريخ في فريق تونسي لي زونسيان كلوب كيما زاوي موبل مع الكلوب افريكان كيما فريق مهديه كيما فريق سوساك ليطوال نظن هالفريق خلاو ولكن منذ التحاق بهذا الفريق من السيده هانا قناوي Elle a donné un élan, elle a propulsé le Ferec Megrin dans les cimes de la gloire de Tariq Ferec Tunisie. Les courses liées de l'Inès, on a fait Tunis, ou à Samia Sahabi. Raya à Samia. Fil Moustawa, elle a fait 5 ou 6 arrêts. Mundo, Intilak Moubara. Ou à Naya, le courant de Taoud, il a fait Moujma Petroli. À Chine d'Arrika, Mundo, Intilak Chaut, elle a eu le Taadol, Seba Moukabel Seba. ما كانش فريق اللي خداوه هنايا رانا نشوفوا بلي كمال ثبات المدرب تاع الفريق الملجم بيترولي يبخون ان تايم اوت وقت مستقطع باش يمد كومام لي كونسين للفريق تاعو. الي اون روبخون دو بلو بال بعد الوقت المستقطع نظن بلي فريق الملجم بيترولي خدا الارشادات من عند المدرب ثبات كمال الكره عند ايمان بن حمادي اون دومي سونتر رقيه زيادي خروج شكر ديماغاج تاع سهام تاع سهام تاع ازام باردون او جولي ديكالاج جولي ديكالاج ولكن جولي ديكالاج تاع ايمان تعاود ترجع في اون بوزيسيون دو بيفو ولكن دائما الحارسه لا غارديان تونيزيان توجور في المرصاد صابرين رواحي اللي كانت هنايا في رمي 9 امتار كانت 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 بريزونت كانت بريزونت التلعب ولكن كانت فيه دفعه كان في اللمس على اللاعبه وسع امتار رائعه اللاعبه رقم 8 بوتاغا اللي تحوس الثغره في الدفاع المجمع البترولي اللي راه يلعب دفاع 0-6 سيتادير 6 لاعبات يلعبوا كاع على الهامش تاع 6 امتار حذاري لان الفريق الميغرين ما عندوش لاعبات اللي يقطفوا كره هما يحوسوا بك يدخلوا كما يقولوا بينتراسيون باك لو بالون وهذا الشيء يطلب ان فريق الخصم اللي هو المجمع البترولي يلعب دفاع 6-0 ديفونس كلاسيك باسكو سي دي جوز اللي يحوسوا يدخلوا بالكره ما عندهمش دي تيغوز كيما هنايا فوالا شوفوا الكاو كوكي يدور بالكره رائعه رائعه لا مورفولوجيه مورفولوجيه اللاعب هو اول بروميير اكسكلوزيون الخروج الاول لمده دقيقتين من جهه المجمع البترولي للاعبه ايمان بن حمادي بعد 22 دقيقه ورميه 9 امتار لفريق الميغرين ودائما بوتاغا في التسديد رمي 7 امتار تسجل وتصبح النتيجه تعود النتيجه التقدم لفريق الميغرين 8 مقابل 7 بعد مضي بعد 22 دقيقة من بداية الشوط الأول والفريق ميغرين راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام أن فريق ميغرين يلعب في الدفاع 6-0 ولكن دفاع متقدم رانا نشوفهم كاع فيه 9 أمتار باش الفريق المجمع البترولي ما يتقدمش كثير رائعة من عند إيزام ولكن كرة تخرج من الإطار المرمى تاع الحارس صابرين وتعود الكرة إلى فريق مجمع الميغرين اللي يحوس الثغره في الدفاع تروح كره اي اب 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 لا ايزم وحده تروح وحده ايزم واش درنا ايزم واش دير ايزم يدير ايزم ايزم سجل رائعه فان دو تيغ اي بي طب بلانيكار تعادل من جديد شفنا بلي الفريق التونسي يلعب الدفاع 6-0 ولكن في 9 امتار هذا تكتيك الاوبليج الفريق المجمع البترولي يسدد ولا من 9 امتار من 10 امتار 11 امتار ما في الدخول سي ربما تكون اون فانت الخروج تاع الفريق يلعبوا في 9 امتار باش ما تكونش فيها رميه 7 امتار رائعه
رائعة رائعة من لاعبة رقم 7 وإقصاء مدة دقيقتين للعب إيزام. ما لا 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 إيزام وتصبح الفريق ويصبح الفريق المجرب البترولي راح يلعب حوالي بأربعة لاعبات فوق الميدان وخروج أكيد كذلك للحارسة أسامية السحابي ودخول سهيل عبد القادر بوتيتغ اونيكمون بوغ لو 7 متر. سهيل عبد القادر أنا نظن بلي راح دير حاجة في هاد الرمية في هاد الرمية 7 أمتار. أيا سهيل راح تجيب الكرة ولا ما تجيبهاش؟ رائعة تخرج الكرة الكرة ما جابتهاش ولكن الكرة ما جاش في الإطار وتخرج. سليم ممتيخ تاع اللاعب رقم 11 بوتغالي دفانتي أدروات وتيري على اليسار. الكرة تعود إلى المجمع البترولي منقوص منقوص بلاعبتين انفيريوريتي نيميريك واللاعب بوتاكا تخرج على رقية يبقى إلى 3 لاعبات ولكن دون 10 سكوند تدخل إيمان بن حمادة سوكر الفيلافانت الغوفيان سور تسعديت تدخل لا يا يفوت يا مارشي يا يمارشي ولا باساج ان فورس. تعود كره الى فريق مقرين وتعود ايمان بن حمدي وتصبح ويصبح فريق مجمع البترولي بخمس لاعبات حذاري لوتيخ نا رمى 7 امتار. المجمع في الدفاع يشوف اللاعبه رقم 7 اللي هي حفاله تجي جايه تخرج اكستيريور باش تيرو ما يشوفوا فيها خرجوها ان يفورا سو بلو نيفو دي 9 متر ولكن سي جوز كي برون سي ses appuis d'une manière très importante et très très intelligente. Hop là. Voilà, شوف اللعب تاع شوف اللعب. الكره ترجع والله بلوب رائعه 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 من لاعبه رقم 11 التونسيه رقم 11 اللي هي ديفا بوتاغا وتسجل الهدف رقم 9 هذا هدف تاسع لفريق ميغرين كي ريبرون لافونتاج 9-8. dans une finale très très disputée on ذكر بلي النتيجه راهي فريمون très étriquée très étriquée et puis voilà كيما كنت نقول فريق المجمع البترولي يعود في النتيجه وطابلو دافيشاج اللي راهو طابلو دافيشاج الياس من فضلك ورينا طابلو دافيشاج باش نشوفوا 9 مقابل 9 بعد مضي 25 دقيقه من الشوط الاول الكره تعود الى الفريق الميغرين فوالا او لا لا توجور لو ميم ترافاي توجور لو ميم ترافاي تاع اللاعب رقم 7 الفانت الفيكس الفانت دير الفانت الفيكس باش تمد الكره الى الظهير الايمن ولكن تعاود ترجع بالكره باش يكون اون بتيت اوفرتور افتتاح في, 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 في الدفاع الفريق المجمع وتدخل وتسجل هدف الكروز لو تير تاعها سامي السحابي تروح ادروات وهي تيري اغوش دخول السنوسي في مكان اللاعب الزيادي ودخول بوطالب للضيعة ضيع ضيع الكرة تخرج تماما خارج الإطار والكرة دائما للفريق بسرعة لكوكي كوكي تعاود ترجع رقم 11 يعطيها لليليخ لليليخ رقم 17 اللي ما شفناهاش منذ بداية اللقاء اللي هي براسيم مروة دور الكرة فوالا لا حذاري حذاري من حذاري من اللاعب من مسك اللاعبه يا اولتالاب لاعبه تونسيه كوكي مورفولوجيا هايله تضيع الكره هيا اوبلا باس تاع حسينه مواس بوغ ايزام لاميا اللي تسجل هدف التعادل وبكل روح رياضيه رانا نشوفوا شوفوا كل روح رياضيه بين الحارسه وايزام اللي قاصدها وطلبت من عندها السمح الروح الرياضيه لازم تكون لو برينسيبال فاكتور تاع هذه الدوره دورة الصداقة دورة الأميتي دورة الأميتي والصداقة هنا في قسنطينة الدورة رقم في رقم 13 دورة رقم 13 اون 13 ans أول دورة كانت في 2002 في 2002 واليوم 2013 ما كانش فيها عام وين الدورة هذه ما تلعبتش الوغ ان غران شابو اللي المسؤولين فريق لو جي اس سي كونستانتين وعلى رأسها الرئيس دحمان حملاوي qui nous a mis dans de très bonnes conditions à la presse. Il a vraiment ménagé aucun effort pour nous mettre à l'aise. Wa shukran jazilan li hada ar-ra'is wa na fi khata. Fi khata 10 مقابل 10 بيبقى يفصلنا على نهاية الشوط الأول دقيقتين ونصف تعادل بين فريقين تير لا او جولي جولي très belle extension تاع الرقم 2 اللاعبة
attendez que je cherche son nom. Il y a Marwa Dawadji. Il y a une très belle extension. Nous connaissons Thierry, mais مدتها الى اللعيبه في المحور اللي هي البيفو رقم 7 بوتا غالي سجلت الهدف لا حفلة اللي سجلت الهدف 11 والتقدم من جديد لفريق ميغرين قبل دقيقتين من نهايه الشوط الاول 10 11 مقابل 10 سنوسي تدخل سنوسي هدى لايمان او تطلع الشيك لا ولكن لمس الكره بالرجل وهكذا يا إزام تعطيها إلى بن حمادة بيان كونتخي باغ حفلة والكرة تعود إلى فريق المقرين كوكي تعطيها رقم 11 تدخل وتسجل هدف برومي بوتو أن بتيت إكخون بتيت أوفيرتيغ يلعبوا تخي سامبل فريق المقرين يلعبوا جو سامبل إي تخي كوريكت تخي كوريكت تقدم بفرق نق هدفين لفريق المقرين ايه في الهجوم فريق المجمع البترولي وتبدل بوست شونجمون دو بوست بين ازام وايمان بن حمادي اللي يعاودوا يولوا الوغ تقول لهم لا تاتيك دو جو افير راهم 6-6 فوق الميدان ديماراج تاع ماواس كيفا تيغي دوبل كروزمون افيك ايمان سيغ بن حماده كيفا بن حماده كيفا تيغ كيتيغ سيغ لو باترون جوفيرسال والكره ترجع الى كوكي ولمس اللاعبه رميه مخالفه حذر من هجوم مضاد لفريق او البير لو بالون لا ريكوبير سينوسي ودا الكره جات خدامه كنت تحكم فيها دوبلي في كره اليد فوت تكنيك خطا تقني في الدوبلي معناتها الكره حكمتها دير بلاتها او سددها وهذه في كره القدم في كره اليد يكون خطا والكره تعود الى الفريق المجمع البترولي تبقى الى 10 سكوند 10 ثواني لازم هنايا يكالكلو باش يتيري او لا لا رائعه او لا لا كان جولي بوت او واش درتي يا ايمان بن حمادي واش درتي لو ماد لا باس اكستراوردينير او لا لا لو تريو ايزام بن حمادي والسنوسي هدى بوم دون لو بوت 12-11 نهايه الشوط الثاني الي اون فا سوفلي ان بتي بو نروحو نشربو شويه ما باسكو عطشنا 12-11 لفريق ميغرين ايا في الشوط الثاني ان شاء الله مشاهدينا الكرام معوده مجددا هنا في قاعه زواغي من قسنطينه في قسنطينه في مدينه قسنطينه مع النهائي دوره رقم 13 تورنوا انترناسيونال دوره دوليه الصداقه بين فريق ميغرين وفريق مجمع بترولي النهائي في نهائي هذه الدوره 12 مقابل 11 دقيقه من الشوط الثاني ازم لميا تضيع الكره وتعود الكره الى فريق ميغرين اللي يكون هنا في الهجوم يحوس يسجل الهدف 13 باش تصبح النتيجة فرق هدفين خروج اللاعبة رقم 10 اللي هي شرطاني اللي هي اخت المدرب لفريق ميغرين لونترينور ادجوان اللي راهو هنايا فوق الميدان رائعة من اللاعبة هذه التونسية 10 دقائق من الشوط الثاني والفريق ميغرين يغمق الفرق وتصبح النتيجة 17 مقابل 13 فرق 4 أهداف لفريق ميغرين اللي كان إلى بروفيتي كما يقولوا من الأخطاء المكررة لفريق المجمع البترولي خاصة من اللاعبة هليلي اللي راهي تعمل في دور هائل في فريق ميغرين هليلي واو رقية تسجل هدف 14 كنت نقول هليلي لاعبة جزائرية هي من قسنطينة راهي دعم الفريق المقرين والنتيجة راهي 14-17 بعد مضي 10 دقائق من الشوط الثاني فريق المجمع البترولي كان نضيع عدة فرص خاصة في الهجوم ورمي 7 أمتار من بن حمادي كانت الرمية كانت رائعة وكانت الحارسات صدت الى الكره حذري من اللعب العريضه والكره تعاود ترجع وفي الحين كانت هدى سنوسي سجلت هدف رائع سير كونتر اتاك حذري هنايا شوفوا هنا اللاعبه هليلي اللي تقوم بدور هام في الهجوم المحرك لفريق ميغرين التونسي اللي كان في الشوط الاول كان ما صابش
لي سوليسيون باش يسجل اهداف كثيره امام فريق مجمع بترول اللي كان رائع في الدفاع. ولكن في بدايه الشوط الثاني وضع الكره بعيده تعود الى فريق المجمع البترولي. سول عبد القادر لعوده الحريسه سامي السحابي في الشوط الثاني ترمي الكره الى هيزم. هيزم هيزم لم يوجد حد يدير رائعه. هيزم لم يكال باس كال باس هيزم لم يا ليكسبيريونس لا كلاس كي بال رميه باس ديسيسيف الى اللاعبه شكر شاهيناز اون بوزيسيون دو بيفولي ضرب الكره وتخدع الحارسه التونسيه اللي كانت رائعة الرحالسة الصابرين اللي أدت شوط هائل اللي أدت شوط هائل في هذا اللقاء الشوط الأول هائل في بداية اللقاء. فرق هدفين 17-15 42 دقيقة من المباراة في الشوط الثاني. بيان سيغ هجوم لفريق هلالي واش راح دير تخرج وحدها وسجل رائعة اون فان تدخل اون بلان اكسونسيون بتي تون داغي وشافت الحارسة سهيلة عبد القادر راحت إلى اليمين وهي سددت الكرة إلى اليسار. الفرق يعود إلى 3 أهداف 18-15 الكرة في الهجوم لفريق مجمع البترولي. رقية زيادي إزم لميا ديماراج تاع إيمان ضيع الكرة ما تبعتهاش هدى السنوسي في الديكالاج تاع لا كونتر اتاك في الكرة هذه والكره تخرج الى تماس وتعود بيان سور لفريق مغرين. هلايلي اون دومي سنتر الهجوم تاع فريق مغرين كاين هلايلي وكاين دواجي اون اريير. هلايلي هل دواجي مروه وسعود تعاود ترجع الى لا تدخل وحدها رائعه كان ثغره كبيره في الدفاع تاع المجمع البترولي ويصبح الفرق 4 أهداف كاملة لفريق مغرين 19 مقابل 15 ونلعب دقيقة 44 من الشوط الثاني. من دقيقة وصلنا إلى نهاية النهائي الرائع وعودة المجمع البترولي في نتيجة ويقلص النتيجة 22 مقابل 23 دائما لفريق مغرين اللي راهو في الهجوم حذر هنا يا مواس عاوز اتونسيون 7 متر اتونسيون 7 متر ولكن رامي تسع امتار اللعيبه رقم 10 تحصل على رامي تسع امتار. هلايلي الكره الى رقم 2 دواجي الى كوكي سجل فرق هدفين دون لو ميم طون. كانت لا بليسيغ تاع اللاعبه ايمان بن حمادي كايتي vraiment arcade ouverte plus de peur que de mal à s'est relevé en donne blé لازم تروح الى المهارايا او رايع وهنايا لا 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 فوت او لا لا ايزم لميا اقصى دقيقتين اللاعبه رقم 2 دواجي من طرف مغرين لعب ولا كالكو بو ان بو دور durant ces dernières minutes de la partie مروه دواجي تخرج اقصى دقيقتين. كنت نقول ايمان كنت شاهدوا فيها رايح على لوبيتال باسكو لا اون بليسيغ اركاد اوفير بلوس دو بور كو دو مال. الحمايه المدنيه يسنا فيها باش يدوها الى المستشفى و ان بروم بريتابليسمون ان اوتر شير بوتيت ايمان بن حمادي لا باعوشه دو لا جي اس بي دو جي اس بي كي افي ان تري تري غون ماتش اي بوي لا دون بليسيو لاكسيون بون سي با سيتي با ماتش بلعاني اللاعبه التونسيه اللي قاستها دون لو فو دو لاكسيون قاسها في عينها دون لا كورس ولكن ان شاء الله برك تعود الى وقفه ليسونسيال اللي الاخر برك دي بتي سوا او نيفو لوبيتا دو كونستانتين وترجع عند الزملاء تاعها. فرق هدف واحد واقصى دقيقتين لفريق مغرين سوبيريوريتي لفريق مجمع بترول اللي راهو يدافع بكل جداره باش يحاول يرجع في المباراه وفي النتيجه خاصه في النتيجه. كوكي تعطيها الى هلايلي رائعه لا الكره تخرج تضرب القائم الكوتي لو مونتون غوش تاع سهيله وترجع الى المجمع البترولي في الهجوم. رقيه زيادي حليش كاهنه رقيه ازام واش راح دير ازام رائعه الى حليش تدخل حليش رائعه حليش كاهنة تعدل النتيجة وتبقى 6 دقائق من اللقاء
24-24 للفريقين، دقيقتين قبل نهاية مباراة 26 مقابل 24 فريق المقرين اللي عاد في النتيجة، عاد ودا الفرق إزام تقدف رمي 7 أمتار. والله كان الفريق 24 مقابل 24 وإقصاء لدقيقتين لرقية كان دار الفرق في الدفاع لفائدة فريق مقرين. رقية تقدف رائعة رائعة 25-27 دقيقة ونفس على نهاية اللقاء. كالفينال كالفينال 26 مقابل 25 لفريق مقرين. لو بريسينغ مان تو مان ومان تو ومان كما يقول لك في الدفاع، بريسينغ من طرف الفريق المجمع بترولي دقيقة 51 تفصلنا على نهاية كالفينال تخيبل الفينال بين فريقين مقرين ونطاك فوت 9 مات لفريق المجمع البترولي يحوس يسترجع الكرة ومو يعدل النتيجة فات النتيجة فريق مقرين يحوس يقلص هدف لا مش بالكرة الكرة للفريق المجمع البترولي إزام لمية أو دقيقتين هنا لا المدرب ما يدخلش فوق الميدان، المدرب الثاني ولا السوانيار ولا المدرب الثاني ما يدخلش فوق الميدان. كانت اللاعبة رقم 7 بطاقة حمراء لفريق بطاقة حمراء. اللاعبة رقم 7 كانت شادة هي تاع فريق مقرين شادة الحارسة سهيلة ما خلاتهاش دير الرمية ومع إزم والحكام فضل يمد دقيقتين للاعبة هليلي وبطاقة حمراء لسهيلة لدفعة اللاعبة هليلي من طرف مقرين. النتيجة تبقى دائما 25 مقابل 25 ويبقى إلى 38 ثانية لنهاية هذا اللقاء 38 سكوند دو جو ولا يمد بطاقة صفراء للسوانيور تاع الفريق تاع الآخر اللي كان دخل فوق الميدان. دخول فوق الميدان ما فيش بطاقة صفراء يا سي الحكم، دخول فوق الميدان بدون انقطاع المباراة ما يدخلش ان اوفيسيال فوق الميدان، القانون ما يقولش هذا الشيء يا سي الحكم. هيا العودة للمباراة. إزام تدخل إزام تعادل إزام تعادل النتيجة في 2 ثواني الأخيرة 3 ثواني الأخيرة. حذاري في الدفاع حذاري في الدفاع 26-26 أو لا لا كالفينال كالفينال أتونسيون ديكالاج تاع لاجواز فوا تخي تخي بالك أنا حذاري 15 سكوند لافان 15 سكوند لافان 10 سكوند لافان 9 8 الحكم يطلب وقت مستقطع. هو اللاعبة رقم 2 اللي هي دواجي فوق الميدان. كالفينال أو لا لا كالفينال عودة المجمع البترولي في النتيجة 26-26 رغم إقصاء كثيرة الإقصاءات فور دو مينوت تاع لي جوا تاعو وعاودوا رجعوا في المباراة. مباراة والله شيقة بين فريق مقرين وفريق مجمع البترولي 8 سكوند لافان أتونسيون هنايا 8 سكوند لافان الكرة لازم تلعب في وين الخطأ صرا وكمال ثابت يطلب من الحكم أن الكرة ستلعب في المكان في المكان لا وهذا في المكان ليك مش تماك يا كوكي مش تماك يا كوكي. شوف الحكم شوف الحكم اللاعب بحذاري منه حذاري منه 5 سكوند 4 سكوند حذاري من التير حذاري من القذف لا الكرة تخل. وانتهى المباراة انتهاء المباراة بتعادل 26 مقابل 26 كالفينال. برافو برافو كالفينال 26-26 كالفينال. سنلعب وقت اضافي مرتين 5 دقائق. عودة معكم مع بداية الوقت الاضافي. ثلاث دقائق من وقت البدل من الوقت الاضافي الاول تقدم 29-27 فريق مجمع البترولي فرق هدفين. بدايه رائعه من اللاعبات تاع المجمع البترولي ليسجلوا هدفين من طرف اللاعبات ايزام ولاعبه الطالب
حذاري هنا في الدفاع ترجع الكره، ولكن انا خطا في الدفاع. رامي السعامطه لفريق تونسيات اللي يحبوا يرجعوا في النتيجه. كالفينال اي النهائي رائع بين فريقين يلعبوا كره يد رائعه ان جولان بيتيكا فويون. اتونسيون هنايا دواجي تقطف ساميه رائعه من ساميه سحابي. او لا لا كال جودي كال ايكار دو جامب وترمي الكره خارج الميدان وترجع الكره لفريق مجمع بترولي. 4 دقائق توصلنا على نهايه الشوط الاول من الوقت الاضافي 29 مقابل 27 لفريق مجمع بترولي. هيا ازم زيد درينا حاجه، هيا زيد لي حاجه ازم سي لاتليت دو ماتش لا جوز دو ماتش ازم واش راح دارت لنا حاجه تعطيها لابن عماري. خطا رمي 9 امتار شيكر شاهيناز ازم واش راح دير ازم تقطع تعطيها الشيك قاست الكره برجليها تعود الكره الى فريق مقرين. هلايلي معدل واجه خروج مواس تقدف رائعه. حسينه مواس رائعه خروج خرجت من القصب با 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 وتسجل هدف 30 مقابل 27 كان سكوند افون رافينا الحذري هنا من القذف حذري من القذف رائعة 5 ثواني لنهاية الشوط الأول فرق 3 أهداف لفريق المجمع البترولي 30 مقابل 27 حذري من هلايلي الدواجي راح تقذف بليد في القنوات وينتهي الشوط الأول 30 مقابل 27 فريق المجمع البترولي. كان بوم ماتش دي بيتروليير اللي راهم يتقدموا سجلوا 4 أهداف في هذا الشوط الأول 4 أهداف في 5 دقائق بعد 60 دقيقة كان فريشر فيزيك عند المجمع البترولي. او لا لا كان بال فينال لي دو زيكيب فون شونجي دو كون اي اون سو روتروف جوست مع بداية الشوط الثاني من الوقت الإضافي. نعود نذكر مجمع البترولي 30 فريق تونسي مقرين 27. تبقى دقيقة على نهاية اللقاء والفريق المجمع البترولي دار الفرق 32 مقابل 27 اون تخي تخي بون شو رائعة ولكن نظن بلي الفريق فريق تونسي واش فيه دقيقتين لرقية وبكل تسامح بكل روح رياضية تروح تسمح وتخرج لدقيقتين. المهم النتيجة 32 مقابل 27 فرق 5 أهداف لفريق مجمع البترولي. يبقى 55 ثانية فريق البترولي اللي سجل عليه إلا هدف واحد منذ طيلة الوقت الإضافي 9 دقائق هدف واحد تلقاه. فهذا يدل أن كان دفاع رائع والدفاع في تماسك الهدف الثاني في منذ بداية اللقاء والنتيجة تصبح 32 مقابل 22. فريق مجمع البترولي اللي عاود خرج اللياقه البدنيه اخرى في ضد اتلت هذا لي برولونغاسيون خاصه من اللاعبه ايزم اللي عندها الكره اللي ادت مباراه رائعه وكاع لعيبه راهم مشكورات على الاداء تاعهم. ولكن شفنا كانت فريق مقرين اللي يسهل كانت يفوز بالكاس لانه ادى مباراه جيده ولكن لازم يكون فائز واحد وضيع الكره هنا وتنتهي المباراه. هنيئا لفريق مجمع البترولي اللي يفوز بالدوره 13 بالتوروا الدوليه الصداقه رائعه 32 مقابل 22 لفريق جي اس بي. برافو بور ميغرين اي برافو بور لو جي اس بي. Merci Saïd. C'est une première participation depuis le début du tournoi. Ça fait 13 ans que les membres de l'association de l'OGSC organisent ce tournoi. On est très contents d'être venus. Nous remercions le club de l'OGSC pour leur accueil, pour tout le respect qu'ils nous ont. Pour tout le respect, voilà, on est très contente pour cette victoire. C'est l'Algérie qui a gagné, c'est pas le GSP. Une épreuve finale, c'est prolongation, vous n'avez encaissé que 2 buts. Oui. Ben voilà, je pense que c'est l'aspect psychologique qui a régné pendant. C'est la préparation mentale qui a gagné. Alhamdulillah, on a pris le dessus. Ça s'est joué sur des petits détails. Je félicite mes coéquipières ainsi que l'équipe de la Tunisie.